السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة جيمز بيست فيفا موبايل 19. الناس اللي حابة الفلاتر وحابة السنايبنج تركز معايا في اللي أنا هعمله دلوقتي وشوف أنا بعمل إيه. ده المتجر أنا كتبت فيه أوتو كليكر أو أوتوماتيك كليكر، وبختار أول برنامج ده. أنا طبعا منزله عشان كده جايب لي فتحة على طول. أشوف البرنامج ده يقدر يساعدك في إيه في السنايبنج والفلاتر. طيب هدوس على ستارت مالتي تارجت، هيفتح لي البرنامج زي ما انت شفته كده. دي العلامة بتاعت البرنامج. هنشغل اللعبة ونشوف البرنامج ده يقدر يعمل ايه. هكتب فلتر مثلا 83-150، وهخلي البرايس في الماكس بيد 650 ألف، وهشيل الأسامي اللي جاية دي، هي أسامي بتظهر على طول فأنا هعلم على كله، وهشيل ال LM والجول كيبر، وهكتب الاسامي دي كمان عشان ما تظهرليش في الفلتر، اسامي زي كواريزما، وفي ليما بيبي، وفي كمان فالكاو. طبعا بحط الاسم بين معقوقتين وعلامه تعجب، وبنهي بمعقوقتين. اللعيبه اللي بتتحط بالمنظر ده ما بتظهرش في السيرش، وابتدي اعمل سيرش. طيب انا هشغل البرنامج، وادي علامة طلعتها منه، وهعمل 1500 ملي سكند بما يعادل ثانية ونص، واطلع علامة تانية احطها مكان اللاعب الاولاني ما بيظهر، وكمان علامة احطها مكان اللاعب ما تيجي تشتريه وتدوس باي ناو. وهبتدي ان انا اشغل من البرنامج، وهسيب البرنامج يعمل اوتو سنايبنج لوحده. انا مش هتدخل في حاجة ولا هدوس على حاجة على الشاشة. انا لو دوست بصبعي على الشاشة البرنامج هيقف ومش هيعمل حاجة، فانا بسيبه اوتوماتيك يعمل سنايبنج. اهم حاجة يبقى النت كويس. وهتشوف البرنامج ده يعمل ايه. البرنامج ده بيعمل ريفرش وبيصطاد اللاعب وبيشتري لوحده، واي لاعب هيظهر دلوقتي، البرنامج سريع جدا، يعني اي لاعب هيظهر قدامنا دلوقتي هيلقطه على طول. ودي احسن طريقة لعمل سنايبنج في اللعبة. بالنسبة للبرنامج مفيش اي قلق منه، البرنامج كويس جدا، ما بيحتاجش روت، يعني ما تخافش من حتة ان حد يقول لك بان. بصوا يا جماعة باولينيو هيشتريه، بصوا مفيش هزار، هي اللعيب ظهر ما بيستناش عليه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تمنعه ان يبقاش معاك فلوس او يبقى حد خده قبلك. البرنامج بيشتغل كويس جدا والبرنامج سهل. انا حبيت انزل الموضوع للناس، ان انا بشوف ناس كتير كانت عايزين فلاتر، ناس كتيرة بتسأل عن الفلاتر والسنايبنج وازاي نعمل سنايبنج. هو ده السنايبنج، بس انا عملته واستخدمت البرنامج لسبب، مش قلة حيلة ولا قلة خبرة، بالعكس. انا في سيزون 17 وسيزون 18 كنت بعمل سنايبنج كويس جدا، بس كانت علامة الريفريش مكانها مريح، كان العلامة مكان علامة الهوم، فكان سهل ان انت تدوس بصبع كل شوية. دلوقتي هم نقلوا علامة الريفريش في نص السكرين، فبقى الموضوع مقرف جدا وصعب جدا، بقت رخمة اللي هو ممكن تزهق. دلوقتي انا عادي، انا ممكن ابقى مثلا بتغدى او باكل او بعمل اي حاجة مشغول مثلا، اروح مشغل برنامج السنايبنج ومظبط له فلتر وسايبه يشتغل لوحده. خش نشوف باولينيو بكام. احنا اشتريناه ب 790 ألف تقريبا، هو اقل واحد في الماركت ب 880، البيد 800-963، يعني ممكن يتباع ب 900 ألف، ممكن يتباع ب 890، يعني في مكسب حوالي 100 ألف. الفلتر كويس وشغال حاليا، انا بتكلم النهارده اهو يوم 30/11 الساعة
تلاتة عصرا يعني، عشان بس ما حدش يجي بعد كده يقول الفلتر مش شغال. فالأسعار بتتغير في الماركت كل يوم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.